من جامعة زيد نتكلم عن اليوم المفتوح اللي نظمت الجامعة اليوم السبت والأحد للطلبة الثانوية العامة والراغبين في تسجيل في جامعة الزيد من مواطنين الدولة في التخصصات المطروحة في الجامعة. طبعا الهدف من اليوم المفتوح أن نحن نعرف الطلبة بالكليات والبرامج اللي بتطرح في جامعة الزيد ونعطيهم طبعا المعلومات الكافية عن شروط القبول، شروط الالتحاق، متى تفتح الجامعة، أي يوم يعني يبدأ باب تبدأ الدراسة عندنا. طبعا اليوم المفتوح كان مشاركة عدد من الجهات المحلية في المنطقة الوسطى، أحب أشكرهم على كل جهودهم، زارونا وشاركوا ويانا الافتتاح الأعيان المنطقة الوسطى، دائما هم داعمين لنا ولجامعة الزيد. الكلية النوعية والمختلفة في جامعة الزيد هي كلية الزراعة، واللي إن شاء الله بنبدأ استقطاب عليها هذا الفصل الدراسي القادم. كلية الزراعة كلية مختلفة تماماً، خص فيها سمو الحاكم المنطقة الوسطى بطبيعتها وبخصوبة المنطقة الوسطى، يعني المنطقة الوسطى أرض زراعية، فأسست لها كل المرافق والمختبرات اللي تدعم برنامج الزراعة. خريج الزراعة بيطلع إن شاء الله متعلم كل التقنيات الحديثة. تم عمل اتفاقية تعاون بينه وبين الجامعة الملكية في بريطانيا على أحدث برامج في الزراعة الحديثة.